السلام عليكم، وزالة ديالي كاملين، لاباس عليكم؟ احوال طيبه، نتمنىكم دائما تكونوا على خير وبخير وفي تمام الصحه ان شاء الله الرحمن الرحيم. كنحاول انني نبدل شي شويه زعما من المقدمه، ولكن كنجبر كنقول نفس الكلمات ومختلفه الطريقه في السلام. المهم، فيديو جديد ان شاء الله الرحمن الرحيم على القناه. بغيت نفيدكم شي شويه بواحد الحاجه اللي انا شريتها وما صدقت ليش، وبما انني كنبارطاجي معكم كل شيء ما يمكنش نوريكم الحاجه شريتها ونخليكم هكاك تمشيو تشريوها. دائما خصني نقول لكم الحاجه واش صدقت لي او لا. مي تشوفوني الحاجة ما هضرتش عليها من بعد، عرفوا بأن كل شيء هو هذاك. ولكن مي تشوفوني أنني الحاجة رجعت نهضر عليها، عرفوا القضية ماشي تلتمة. المهم، بغيت نهضر معكم بارطاجي معكم واحد المعلومة على واحد الماكينة، ولا شنو نسميها، هي براون سيلك بيل سري 9. يعني السري ديالها هو 9، هي اخر ما خرجوا براون. ان شاء الله نهضروا على هذا الموضوع هذا، وكيفاش خرجت لي هاد الماكينه، وكيفاش القضيه ديالها. المهم البنات، باش ما نطولش عليكم بزاف في الفيديو ونبقى كنهضر بزاف بزاف بزاف، انا شريت هاد الماكينه بعد انتظار طويل، ومن بعد ما فكرت بزاف، قلت هي اللي هتفيدني وهي اللي هتهنيني، يعني بواحد المعنى اصح تهنيني بزاف من الشعر ديال اليد والشعر ديال الرجل، اغلبيه ديال اليد لانني انا من نوع السردي. قررت انني نشري هذه الماكينه هذه من بعد ما نقصوا لها في امازون. انا مبليه بامازون بزاف وكنشري منها بزاف، ودائما كنطيح في ميزه تما. قررت انني نشري هذه الماكينه هذه. المهم، هذه الماكينه كما كتشوفوا هي السري الاخرى اللي خرجت براون، فيها 4 في 1، فيها الماكينه، فيها ديال المساج، فيها المساج هي هذه، فيها هاد الشيتات اللي كي بحال كيعملوا لك الكوماج، باش ملي كتدوز الماكينه ولا شي حاجه ما كيبقاش ديك الشعر يعني داخل في الجلده ديالك، وما كيبقالكش ديك اللي كيقولوا الجلده ديال الديك يعني ديال الدجاجه ولا شي حاجه، باش كتبقى لك الجلده ديالك ليسا على ما قالوا هنايا. المهم البنات، الماكينه هي هذه، انا راه فاتحاها ومجرباها. كتستعمل في الماء، كتستعملها في اي منطقه في الدات ديالك طبيعه الحال. ديك هذه ديال المساج كتحيد لك زعما ديك السيلولات ولا شي حاجه اللي كيكونوا عندنا في الدات ديالنا، بحكم المراه كينضوله بطبيعه الحال. هذه واحد المساله عاديه، كل شيء باقي فيها هنا، رانا مخرقها وما فيها ما نعدل، كتبش عليكم باش نصور لكم، قبلوا عليا كما انا. الماكينه كتجي على هذا الشكل، هذا اللون ديالها، المنظر ديالها كله مزيان، هادو ديالها كيتمشاو على هذا الشكل. من بعد ما كتحيد هذه اللي هي كتحصل لك، ماشي هذه، كتحيد هذه وكتعمل الاخرى ديريكتومون على هذا الشكل هذا، وكتخدم يعني كتخدم ناسي كتخدم هكذا يعني بالضوء كلشي، باش الضوء كيوريك مثلا فين ماشي. عندها الشارجور ديالها، هذا السبورت اللي كيهز الشارجور داكشي. المهم، كتشارجي الماكينه ديالك وداكشي. انا ما جيتش باش نوريكم الماكينه نقول لكم بان فيها هذا وفيها هذا، انا استعملتها وكانت صدمه بعد ما انتظرتها بزاف، وقلت بان هي لا تفكني، هي لا تهنيني من الشعر، هي 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 هي. ولكن من بعد ما استعملت انا هذه الماكينه البنات، اللي يعني دايره ضجه كبيره، وكلشي كيعاود عليها مزيان، كلشي كيقول لك بانها ماكينه مزيانه، كلشي ما عرفتش واش كتجي على حسب كل انسان وكيفاش، ولا الله اعلم. ولكن انا بالنسبه لي هاد الماكينه صدمتني بحكم ثمنها، وبحكم الاشهار اللي عاطينها، وحكم كل شيء. انا ملي استعملت هاد الماكينه البنات، استعملت اول حاجه استعملتها ليدي، بحكم ان يدي فيها الشعر بزاف وكل شيء، استعملتها ليدي، قلت هي اللي هتفكني، هي اللي هتهنيني، ما بقاش نفكر انا في هاد اليدين شنو غنعمل لهم.
منين استعملتها المهم حسنت لي بامان الله عادي ما كاين حتى شي مشكل. مع المده بقيت كنشوف هاد البلاصه هادي اللورانيه ديال اليد ديالنا هادي بقاو كينوضوا لي فيها. هي في الاول هيجت لي البشره ديالي، حسيت باحمرار، حسيت بالبشره ديالي تهيجت لي، حسيت بالحكه عندي في يدي، ولكن داكشي دوز اي واحد شويه ومشى بحاله، يعني واحد ساعات هيدا ومشى بحاله. ولكن مع المده بقيت كنحس ان هاد البلاصه هادي ولات لي بحال فيها حبيبات. ملي كنقص هيدا كنجبر ديك الحبيبات داخل البشره ديالي، داخل الجلده ديالي، ملي كنعمل هكا يعني حبيبات حبيبات حبيبات، وسط منهم كاين الشعر، بحال الشعر بدا يخرج، بغى يخرج وما جبرش منين يخرج، وبقى لي لداخل ولا لي حبيبات من هنايا. عانيت يعني من هاد البلاصه هادي انها يكون هزيت، قلت يمكن خصني نعمل الشيته ديالها وندوزها هنا باش تحيد لي داك الشيء، اولا باش زعما ديك الشعر يخرج. والو البنات ولا بغى يخرج ديك الشعر ولا بغاو يتحيدوا ديك الحبيبات. قررت انني ما نعاودش نحسن بها يدي، قلت ندوز سيدي لرجلي. مهم حسنت بها البنات رجلي، دخلتها معايا للدوش باش زعما ندير جوج في واحد، نحسن بها رجلي ونهني راسي. حسنت بها رجلي، ملي حسنت بها رجلي بقيت معاها ساعات وساعات، يعني بتقالة هي تما باش تحسن بها رجلك. بقيت حسن 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 بها رجلي والو، ما يعني بشويه وشي بلايص كتخلي فيهم شي بلايص، ملي كتقص رجلك ما كتجبرش رجلك رطبه نهائيا. ما تقولش انك يعني دوزتي واحد الماكينه غاليه على رجلك، بالعكس بحال نقدر نقول لكم يعني بماكينه الحصانه العاديه كتخلي لك رجلك ارطب من انك تستعمل هذه الماكينه. دونك انا صدمتني وبقيت كنفكر يعني هذه الماكينه بحال خسرت فيها فلوسي. مهم نهار اخر قلت نجرب حاشاكم تحت يدي. ملي جربت تحت يدي هي صراحه كتقصح، ولكن بحكم انني ديجا عامله اللايزر في يدي وما كملتش على السكسيون ديال اللايزر تحت يدي، الشعر تحت يدي مابقاش كينوض لي بزاف. وخا كندوز له الماكينه ديال الحصانه العاديه ما كينوضليش بزاف يعني، والمنطقه ديال تحت يدي بيضاء ما فيها لا كحوليه ما فيها لا اثار ديال الزغب اللي كيكون كينوض ولا حتى شي حاجه. البنات يدي من التحت كانت بيضاء عاديه نقيه صافيه وكل شيء، بحكم انني كنت قلت لكم عملت يعني الليزر يدي وما كملتش السكسيون، ان شاء الله نرجع نكملو. ملي عملت هاد الماكينه هادي بقى كيرجع لي الكحوليات الشعر، يعني بحال الشعر كيكون لداخل وكيبقى يبان انه لداخل. يعني رجعت لي الريمه العدسه القديمه بحال اللي كنا قبل رجعنا، وداكشي اللي كنت هربت منه طحت فيه. قررت ان هذه الماكينه هذه غنرجعها ان شاء الله لامازون، ما عندي ما ندير بها ان شاء الله يا ربي. بغيت ننصح البنات كاملين انهم قبل ما يشريوها يشوفوا هذا الفيديو، هذا راه ماشي مزيانه البنات، راه ماشي مزيانه نهائيا. حاليا كنفكر انني نستعمل ديك الماكينه الليزر اللي هي كتكون في الدار، يعني كتشريها كاينه بزاف الماركات، ولكن اللي انا حط عليها العين هي فيليبس. ان شاء الله يا ربي نستعملها، واخا عندي تردد منها كبير لان ديكشي الليزر ماشي سهل، ماشي اجي وجربو اجي وعملو، خصني نقرا عليها دراسات كبيره وما يوقعليش بحال اللي وقع لي لهادي. ان شاء الله يا ربي نستعملها. البنات هادي انا ما نصحكمش بها، ما نصحكمش بها البنات، انا كنقولها ونعاودها ما تشريوهاش، راه تضيعوا غير فلوسكم فيها وما تبقاوش تستعملوها، تحطوها بحال اللي حطيتها انا في الجانب وما بقيتش كنستعملها. الثمن ديالها غالي البنات، كتباع 200 الباوند، ولكن بحال كتصيب فلوسك في الزبل حاشاكم. ولو انني ما ديتهاش بهذا الثمن ديتها قال لي ان كانوا ناقصين للثمن. البنات نصيحتي انكم ما تشريوهاش. المهم كان هذا هو الفيديو ديالي، ما بغيتش نطول عليكم بزاف، ما بغيتش يعني يكون الفيديو ثقيل على قلوبكم، بغيت ندوز عليكم خفيفه ظريفه ونصحكم هذه النصيحه هذه باش ما تعملوش الغلط ديالي وباش ما تخسروش فلوسكم تسيبوهم في حاشاكم في والو. نتمنى هذا الفيديو هذا يكون نال الاعجاب ديالكم، بارطاجيوه للبنات اللي هما عندهم فكره انهم باغيين يشريوا هذه الماكينه هذه، وقولوا لهم اوهو اوهو ستوب ما تشريوهاش، راه ما صالحه لكم شي. المهم البنات كنتمنى ان هذا الفيديو
ينال الاعجاب ديالكم. المهم انا عجبني فيها غير هاد الطويوش. نتمنى هاد الفيديو كان نال الاعجاب ديالكم، كون فيتكم شي حاجه تهلاو في راسكم بنات، كنبغيكم بزاف. ما تنساوش دعموني بلي لايك، تكتبوا لي لو كومونتير، واللي كانت شي وحده جرباتها وخرجت لها مزيانه اولا خرجت لها عيانه تكتبها لي لتحت في الفيديو في في, في, في شنو كيقولوا لهم لي كومونتير اولا في التعاليق، باش كل وحده تعطينا يعني الراي ديالها في الحاجات اللي جرباتهم. ولا كاين شي حاجه البنات فعلا جربتوها وصدقت لكم 100% مزيانه، كتبوها لي لتحت باش انا نتشجع ونشوفها. تهلاو في راسكم البنات، وكنبغيكم بزاف، الى فيديو قادم ان شاء الله. باي باي عليكم.